اهلا الغزالات، كيداير؟ لاباس عليكم؟ مزيانين ان شاء الله، يا ربي تكونوا مرتاحين وتلقاو لقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال يا ربي. البنات غادي نقول لكم ما تنساوش تهبطوا الانستغرام، غتلقاوه في صندوق الوصف، وتما غادي تلقاو لا نوفيل كوليكسيون ديال لي شال. بالنسبه للبنات اللي مهتمين بلا كوليكسيون ديال لي شال الجديده، كيف ما كتعرفوا دابا الربيع جاي، يعني كنبغيو شي حاجه اللي تكون فريش هكا نديروها. المهم، في لا فيديو اللي قبل من هادي كنتو شفتوا معايا، مشينا لاكيا في الوسط ديال لا فيديو، غيبان لكم بلي مشينا لاكيا وخدينا منها بزاف ديال الحويجات. ومن بين دوك الحويجات هادو اللي كتشوفوا دابا، هذا بابا هو اللي كيركب هادو، خدينا لي زيتاجير وديكورات كويسات، مهم بزاف ديال الحوايج اللي هما زوينين والثمن ديالهم البنات اللي غزال وكيصدم صراحه، اتمنى اللي هي روعه. انا بديت بالبريباراسيون هي الاولى، ومن موراها غادي نوريكم لي بري وكل حاجه هنا كتبان لكم الثمن ديالها. هادو اللي كتشوفوا دابا البنات، هادشي كله من ايكيا صراحه. اول مره انا غادي نمشي ليها، وعجبتني بزاف، واللي عجبني اكثر هو الاثمنه ديالها، يعني لدرجه ان هذا الفاز هذا اللي كتشوفوا الثمن ديالو البنات 5 دراهم و50، يعني 110 ريال. كملوا لا فيديو غيعجبوكم الاثمنه، وغادي تمشيو لها ان شاء الله. البنات اللي باقي ما مشاولهاش من مور هاد لا فيديو غادي يمشيو لها، غادي تمشيو لها، انا متاكده باللي غادي تمشيو لها حيتاش زوينه بزاف. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا، دوك داك لي طاجير درناه تحت التلفازه، وهادو البنات البويض جاو في الحمام، وشوفوا هادو كيفاش كيجيو هكايا، كيفاش كيجي المنظر ديالهم غزال، كيجي صراحه كيحمق. وكيف قلت لكم الاثمنه ديالهم جد 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 مناسبه، يعني هكايا ملي كنشوفوا ايكيا من على برا كنقولوا لا غادي يكون داكشي الغلا وماشي قد النيفو ديالنا، ولكن لا البنات غير زعموا ودخلوا راه غتعجبكم، وسيروا ليها راكم غتعجبكم بزاف، وغتلقاو فيها شي حوايجات اللي هما زوينين بزاف بزاف. المهم كملوا معايا لا فيديو، وغادي تلقاو بلي مبين لكم كل حاجه والثمن ديالها، كل حاجه بشحال. كانوا مشتريات من ايكيا الاغلبيه ومن بيم، هادو مثلا اللي كتشوفوا دابا من بيم. المهم في وسط لا فيديو غادي نعطيكم كل حاجه بنات. المهم كيف ما شفتوا معايا من مور ما جينا من كيتيا، خدينا شي حويجات، انا غادي نوريكم نبدا لكم باول حاجه، هما هادو الثمن ديالهم 5 دراهم ونص، وجايين زوينين وما كانوش بزاف. حنا تصحابنا غادي يكونوا غالي، ولكن لقيناهم رخاصين، يا 5 دراهم ونص كيجيو بحال هكذا مع هادو بوحديتهم. ها نتوما شوفوا 4، وانا غادي نوريكم كيفاش كيجيو راكبين في البلاصه ديالهم، يعني كيفاش غادي تستغلوهم. وهادو ب5 دراهم ونص، وهادو ب6 دراهم ونص. هادو كديرهم هنا هكذا، كيجيو على هذا الشكل هذا، وكيتحطوا في واحد الرفوفه. انا غادي نوريكم كيفاش كيجيو، ها نتوما كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو زوينين وكيجيو انيقين. وهنا راه ما كايناش حتى 12 درهم، 12 درهم اللي كاينه هنايا، هذا وهذا 12 درهم. كيجيو زوينين، وتقدروا تلقاهم في بلايص غاليين، تلقاهم في شي بلايص غاليين. وهادو هادشي باش زوينه ايكيا، غير هو الديفو اللي كاين هو انها ما كايناش في وسط المدن، واخا مدينه كبيره ما كايناش كاينه في وحده في الدخله ديال الدار البيضاء، وحنا اللي لقينا هذه في المول ديال كازا، ولكن صغيره ماشي شي ايكيا كبيره، غير صغيره فيها غير شي حوايج وصافي، ما تلقاوش فيها كل شيء. المهم هادو كيف قلت لكم، هادو 5 دراهم ونص، وهادو ب6 دراهم ونص. وهنايا هاد اللعيبه هادي راه ديال الحديد ماشي ديال البلاستيك، كدير 15 درهم و50. هادو ديروها هكا في الحمام، وديروا فيها الشميعات ولا، المهم كل واحد شنو كيدير فيها، كل واحد ولاش غادي يحتاجها. ونسالي لكم بعدا شنو خدينا من ايكيا، عاد ندوز شنو خدينا لكم من شنو خدينا من بيم. وهاد الشميعه هادي 10 دراهم، حتى هي من ايكيا. المهم حتى نقادهم في البلاصه فين غادي يداروا، ديك الساعه باش تاخذوا فكره، حتى الناس اللي غيشوفوهم ما يعرفوا ما يديروا بهم، تاخذوا فكره شنو ديروا بهم. وهنايا هاد الفيطات هادو جايين بجوج بهم ب19 درهم ونص، قول 20 درهم، ومربوطين هنايا بهاد الغيبون في هاد لاكولور هادي النيود، كيجيو زوينين. هادو كيف قلت لكم ب20 درهم، فيهم جويجات ما عرفتش فيهم 30 سنتيم على 50، يعني كبيبرين شويه. هادو غير الحمام، هادو بحال تاخذهم تخليهم ديكور، ما تحلوهمش، تخليهم غير هكا تحطوهم في الحمام وصافي، واستعملوا حوايج اخرين. وهادو هاد البو هذا ب12 درهم ونص، هذا كتاخذوا دوك لي فاز ديال 5 دراهم تاخذهم واجدين وكتحطهم هنايا، وكيجي زوين. هذا راه زعما لا ماتيغ ديالو زوينه، كيبان بحال البديع ديال البديع، هذا كاينين فيه بزاف ديال اللوينات. وهنايا هاد الساعه هادي 23 درهم، راني وريتها لكم ملي كنت تما، غير هي ما باينينش مزيان دابا عاد بانت. كيف هادو فيها منقطين بحال، المهم جايين الارقام منقطين في البيض نيت، لاباس ديالهم البيض. هادي ب23 درهم، هادو ديروها في البيت ديال الوليدات، ولا تحطوها في الكوزينه صافي، هادشي فين غادي تصلح، يعني ما تصلحش تعلق في وسط الدار حيت صغيره شويه، اما في البيت ديال الدراري ولا ديروها في الكوزينه.
وهذا هذا الكادر هذا ب 25 درهم. هذا كتحيدوا هذه اللي الوسط وديروا هكا شي تصويره ديال العائله كلكم ولا بوحدكم كل واحد وكيفاش. المهم هادو انا وريتكم المشتريات ومن بعد ملي غادي نحطهم في بلاصتهم نوريكم كيفاش كيجيو وتاخذوا فكره عليهم كيفاش كيجيو في التركيبه. وهنايا هاد لي زيطاجير هادو فنين ورخاصين. كاين جوج فيهم دو كولور، فيهم البلون فيهم لو نوار. هادو كيجيو زوينين ومهم حنا غادي نركبوهم ونوريكم كيفاش كيجيو. 49 درهم يعني هادو هما اللي غادي يجي فيهم. هذا تحط في الوسط وغادي يجي فيهم هذا الكادر. مهم كل شيء غادي يجي فيهم. خدينا فيهم خمسة. مهم تركبوهم وديك الساعه نوريكم كيفاش كيجيو. هادو البنات زوينين حتى لا ماتيغ ديالهم ديال ماشي خشب ولكن زوينه. وهاد الكيسان هادو هاد الكيسان ديال زمان كنا كنشوفوهم في القهاوي زوينين. انا خديت من فيهم غير ستة حيت غير ليا واختي خدات. مهم كلشي خدا، كل واحد خدا ستة. هانتوما الا عقلتوا عليهم كانوا كيشربوا فيهم في القهاوي، كيشربوا فيهم القهوه، كيكونوا غالقين واحد شويه واتاي كل واحد شنو كان كيدير فيهم. هادو خدينا غير ستة، الثمن ديالهم 18 درهم. انايا كناخذ الاخرين وكيبداو يتهرسوا ليا كل مره كيتهرس واحد صافي حتى كيسالي ليا كلشي. وقلت ناخذ غير هادو. ها نتوما شفتوا هادو 18 درهم فيهم 6 وجايين زوينين. هادو للدراري وغير هكا يا انت وليداتك في الدار جايين زوينين. واخر حاجه هما هادو ديال الحمام. هاد لاغام هادي جايه سامبل والثمن ديالها 25 درهم. هادي في البيض فيها هادي ديال دير فيها البروسادون وفيها هادي ديال المهم عاديه سامبل جايه ومات. وهنا وحده ديال الصابونه صافي اللي كتعجبو البساطه يعني كيجي داكشي خفيف وكيجي سامبل صافي. هادو في البيض كاينين فيهم اللوينات كل واحد ياخذ اللون اللي تم اللي داير هو في الحمام وصافي. هذه هي اخر حاجه خديناهم من ايكيا ومن بيم. هاد الفاز هذا ها نتوما كيفاش كيجينا. ها هو جاي طويل الشكل ديالو جاي هكا يا طويل. وتقدروا ديروا فيهم بحال هكذا. هذه وحده هكا كتجي وحيده كيجيو زوينين. هذا عاوتاني شويه زايد على تا هادو زوينين تا هادو زوينين ولكن هذا الشكل ديالو جاي زوين وتا زايد عليه كيبان لك في الشوفه كيبان لك زايد على الاخرين يعني ماشي عادي. وصافي وهذا واحد المرايات نجيبهم هادو حيدي او هادو ب 70 درهم 69 درهم ثلاثه بهم 70 درهم. ها نتوما شوفوا كيفاش كيجيو هاكا ثلاثه كتلصقوهم ديكاليان هاكا في الصالون ولا في السيجور ولا في المرح فين ما كان عندكم لي سباس كيجيو زوينين. هادو فيهم جوج ديال اللوان، فيهم لارجونتي هذا ها هو لارجونتي وفيهم الدوري. نتوما شنو على حسب شنو عندكم وعلى حسب التيم اللي عندكم في الصالون ولا السيجور ولا فين عندكم. هادو كيجيو زوينين هادو من بيم ثلاثه صافي. هادو وهاد الفوانيس البنات هادو كيحمقوا. هاد الفوانيس جايين فنين. هادو 43 درهم ولكن فيهم غير اللون هذا فيهم غير الكحل. هادو ماشي بحال هكا كتحل من هنا كتحلي من هنا وهنا كديري الشميعه غير هادوك الشميعات اللي كيتباعوا بزاف ب 5 درهم دوك اللي دايرين بحال هكا مدورين كتحطها هنا كتشعليها صافي وكتسدي وكتبقى عاطيه واحد اللوين زويون من هنايا كتعطي ديكور زويون. هادو الثمن ديالهم 43 درهم جوج هكا. تقدروا ديروهم فوق اي حاجه شي ايطاج عندكم هكا دوك لي زيطاجير تحطوهم في شي واحد ولا فوق دوك لي زيطاجير اللي كيكونوا فوق لو لي كل واحد يقدر زعما نتوما شنو فين كيعجبكم تحطوا. هادو جايين فنين وجايين غزالين هادو 43 درهم صافي. هادشي اللي كاين هادو ما اخر حاجه خديناها من كيتيا. المهم حتى نركبوا هادشي كل حاجه نحطوها في بلاصتها وديك الساعه نبارطاجي معكم كيفاش غادي